المختلفة. الآن حنروح للقناة العلمية في برنامج رائع في كل رمضان يشرفنا، هذا البرنامج برنامج تصحيح التلاوة. هذا البرنامج الذي يقدمه فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم وهو معنا على الهاتف. مرحبا فيك يا شيخ صابر. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا، شرفتنا شيخنا. ومن البرامج الممتعة والمنتظرة بصراحة من مشاهدينا على شاشة المجد العلمية، وما شاء الله كمية الناس اللي ينتظرون هذه الحلقات من أجل أن يشاركون. شيخنا خليني أبدأ معك مباشرة عن تواجد البرنامج في هذا الشهر، كيف حيكون أو ما هي التغيرات أو ما هي الاستعدادات لهذا الانطلاقة؟ صلى الله عليكم وبارك الله فيكم. أولا تقبل الله منكم يعني هذا الجهد المبارك، وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة وتبشير الناس بالقرآن في شهر القرآن، وليس بغريب على حقيقة على المجد هذه القناة الجميلة الرائعة، يعني أولى القنوات الحقيقة المحافظة، وما زالت تعطي بسخاء. نسأل الله يتقبل منا ومنكم جميعا. اللهم برنامج تصحيح التلاوة طبعا هو البرنامج طول العام، يوم في الأسبوع، يعني لم يتوقف طول العام، لكنه في رمضان يصبح كل يوم. ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك. وفي الواقع في بعض السنوات يعني أردنا أن يعني أن يسمع الناس شيئا من القرآن أكثر من المعتاد، فجعلنا في سنة من السنوات الزهروان في شهر القرآن، البقرة وآل عمران قرأناهما. ما شاء الله. ثم كانت تجربة العام الماضي حقيقة تجربة يعني كانت أشبه بالمغامرة لكنها نجحت حقيقة. وهي؟ وقلنا للإخوة الفضلاء والأستاذ سعد في قناتنا، ايش رايك يا شيخ سعد نخلي الناس تسمع قران كاملا على الهواء مباشره في الرمضان. يا الله. طبعا هي الفكره كبرنامج في حلقه اقل من ساعه تقريبا 55 دقيقه بمقدمه وخاتمه ومداخلات وكذا، فالبعض يتوقع حقيقه ان التجربه يعني لن تتم على، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى اتممنا الختمه يوم 29 ودعونا دعاء الختمه، وكانت مشاركات من اروع ما يكون حقيقه. والسنة هذه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني اعتزمنا أن نكرر نفس هذه التجربة مع بعض الإضافات، أن يكون في كل حلقة سؤال متميز، أن يشاركنا مثلا في بعض الحلقات بعض المتميزين أو الأئمة أو القراء المشاهير، نطمح لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. وعسى أن يكون في ذلك يعني تنشيط للناس وتحبيب للناس في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو شهر القرآن. يا سلام. نعم. جميل. يعني هو زمانه الذي نزل فيه، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيعني كل ثمار في 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 أوانها تكون أحلى من غيرها، وإن كان القرآن في كل الأوقات جميل. صحيح. لكن جميل. سبحان الله، الناس يقبلون عليه في رمضان يقبلا ليس له نظير، فنسأل الله أن يجعلنا سببا في تحبيب الناس في القرآن. آمين. وفي حث الناس وإقبال الناس على كتاب الله. ما شاء الله الشيخ صابر، ما شاء الله الاتصالات يعني دائما نشوفهم من داخل السعودية ومن خارجها، حتى من داخل السعودية من مناطق ومدن كثيرة تبارك الله، يعني طيلة أيام السنة وكذلك في شهر رمضان المبارك أتوقع أنه أكثر. أنا في نهاية الاتصال والمكالمة الهاتفية هذا شيخنا كلمة حاب تقول للسادة المشاهدين، ونحن الآن نقترب من هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك شهر القرآن. احنا بدينا حلقتنا بحديثنا عن القرآن، وها نحن الآن يعني أتوقع على آخر الحلقة الآن نتحدث عن موضوع كذلك القرآن وعن هذا البرنامج تصحيح التلاوة. تفضل شيخ. أسعدكم الله، الله يرضى عليك. القرآن يا شيخ لو 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 تكلمنا العمر كله وليلا ونهارا عن القرآن وعن جمال القرآن وجلال القرآن لن ننتهي، لكن أقول نفسي مع روائح الشهر الكريم بعد أيام بإذن الله، سأل الله أن يبلغنا ونحن ومن نحب ونحن في أتم الصحة وأبلغ العافية وأشرح الصدر وأهنأ بال. وصية نفسي وإخواني والمشاهدين الكرام أن يكون لنا من القرآن نصيب وافر في الصلاة، خارج الصلاة، تلاوة، تدبرا، فهما. على سبيل المثال يكون لنا مثلا ورد يومي جزء أو جزئين في بعض الأكثر، لكن خلينا نقول الجزء اليومي. جميل. تلاوة نتمتع بمجرد التلاوة، ثم يبقى لنا صفحة وجه وجهين من القرآن نقرأه بشيء من المعاني، حبذا لو نقرأ شيء من التفسير، يعني يكون لنا جزء يومي قراءة تلاوة تعبدية. جميل. وجهين نقرأ فيه شيء من المعاني القرآن بحيث نعرف ما هذا القرآن وهذا المعنى ونطبق هذا الخير في حياتنا.
جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، مدارسة القرآن لجبريل معه في كل سنة كما ورد في الحديث، كان يعني أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فكأن سبحان الله نعمة القرآن هذه كانت يعني تعكس عليه نعم أخرى، وهو الإحسان إلى الخلق، إكرام الخلق. فكأن الله عز وجل يفرح، لن تستطيع أن تكافي الله على القرآن أبدا. فبما ماذا من تكافئ؟ تكافئ خلق الله، فالله يفرح أن تكافئ خلقه على نعمة القرآن التي أنزلها هو إلينا وأكرمنا بها وامتن علينا بها. جزاك الله خير شيخ، جزاك الله خير شيخنا شيخ صابر عبد الحكم، وكتب الله أجركم وحرصكم على أن يعني تجلسون هذه الأيام الثلاثين من أجل تقديم هذه المائدة الثرية ومائدة الرائعة مع القرآن الكريم. شكرا لك شيخنا الكريم، وإن شاء الله على لقاء بإذن الله في بداية رمضان. الله يسعدكم ويتقبل منكم ويبارك فيكم. في أمان الله. في أمان الله شيخنا، الله يسعدك، بارك الله فيك.